السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نلتقي مجددا مع الوحدة الخامسة مجال الغابة الأسبوع الخامس من في مكون الصرف والتحويل من أجل تثبيت درسي الفعل الصحيح والفعل المعتل. قبل أن نتعرف على التمارين المطالبين بإنجازها على دفاتر الدروس عن بعد، سنقوم بتذكير بسيط لهذين الدرسين. إذا فتعرفنا في درس الفعل الصحيح على أن الفعل الصحيح هو ما كان جميع أحرفه صحيحة خالية من حروف العلة، وأنواع الفعل الصحيح هي سالم والمضاعف والمهموس. فالسالم هو ما كان خاليا من الهمس والتضعيف مثل كتب، والمضاعف هو ما كان حرفه الثاني والثالث من جنس واحد مثل مرة، والمهموس هو ما كان أحد أحرفه الأصلية الهمزة مثل إذا. ثم تعرفنا على درس الفعل المعتل، فتعرفنا فيه على أن الفعل المعتل هو ما كان أحد أحرف فعله الأصلية حرف علة، وحروف العلة هي الواو والألف والياء المجتمعة في كلمة وعل. أنواع الفعل المعتل: مثال، المثال هو ما كان أوله حرف علة مثل يبس. الأجوف هو ما كان وسطه حرف علة مثل قال. والناقص هو ما كان آخره حرف علة مثل رمى. لفيف مفروق هو ما كان أوله وآخره حرف علة مثل وشى. ولفيف المقرون هو ما كان وسطه وآخره حرف علة مثل كوى. وبعد هذا التذكير الموجز سنتعرف على التمارين المطالبة التي إنجازها على دفاتركم. السؤال الأول: أنبأ الجدول التالي حسب المطلوب. الأفعال المطالبون بتصنيفها في الجدول هي سقى، وصل، مال، وقى، وشوى. سنصنفها حسب نوع علتها: هل هو فعل مثال، أجوف، ناقص، نفيف مقرون، أم نفيف مفروق. التمرين الثاني: أملأ كل فراغ بحرف علة مناسب في الكلمات التالية: جاد، قال، قضى، ما، ألف مقصورة في الأخير، وعاد. نكتب الحرف العلة الناقص في هذه الأفعال. ثالثا: أصنف الأفعال الصحيحة التالية حسب نوعها إلى سالم، مهموس، المضاعف. والأفعال هي علم، فتح، حث، لحق، بدأ، عد، وسأل. التمرين الأخير: أحول الجملة إلى المثنى المدهر. وجملة التحويل هي: السائح يسأل حارس الغابة عن الممر المؤدي للبحيرة. إذا نحاول أن نحولها إلى المثنى المذكر والتحويل أيضا مع الشكل. وبهذا تصل حصتنا إلى نهايتها أعزائي، نلتقي في حصة أخرى إن شاء الله من أجل تصحيح هذه التمارين، وإلى اللقاء.